من البدايه تكون برايكم في مستوى النادي الاهلي، المباراه اللي قدمها النادي الاهلي الاخيره في ماتش العوده امام الحرس الوطني بطل النيجر، وقلنا كمان منتظرين ايه في الموسم الجديد بدايه من مباراه الاسماعيلي. تعالوا نشوف، هنستعرض مع حضراتكم جزء بما ان احنا بنبتدي الموسم وبنوعد حضراتكم الفقره كل ما الاراء تبقى اكتر وكل ما الاراء يبقى فيها وجهه نظر محترمه هندي مساحه اكبر للفقره دي، بس خلينا نستعرض جزء من اراء الجمهور نشوف قالوا ايه على ماتش الحرس الاخير ومستنيين ايه في مباراه الاسماعيلي. هنبتدي بصوت وصوره مع احمد سيد، احد طبعا مشجعي وجماهير النادي الاهلي. في البدايه احب اشكر قناه الاهلي على تواصلها مع الجمهور. اما بالنسبه لاداء الفريق امس امام الحرس الوطني، اداء مشرف جدا واداء منتظر من فريق البطل فريق النادي الاهلي نادي القرن، وان شاء الله مزيد من التفوق ومزيد من الاداء، ومنتظرين المزيد ان شاء الله. ان شاء الله البطوله ال 11 كجمهور بنطالب بالبطوله ال 11 ان شاء الله. ومباراه الاسماعيلي ان شاء الله تكون من بدايه قويه في الدوري وناخد الدوري ان شاء الله بامر الله. احب اشكر قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طيب نروح طبعا، لا شكر على واجب، واحنا وعدناكم في السادسه دايما نكون يعني مدين مساحه للجمهور يعبر عن رايه وعن وجهه نظره. خلينا نروح لراي تاني من شريف ابو حمد، نسمع شريف قال ايه على السؤال اللي طرحناه على حضراتكم. تابعت اداء النادي الاهلي في مباراه الحرس الوطني الاخيره، والحقيقه اكتر حاجه عجبتني هي رده الفعل واظهار شخصيه الاهلي الحقيقيه في المباراه بعد التعادل في مباراه الذهاب بهدف لكل فريق. فدي كانت أميز حاجة يعني من خلال متابعتي، فكرة إن يبقى في ردة فعل من اللعيبة وإظهار شخصية النادي الأهلي الحقيقية. إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن إحنا ننطلق في بطولة الدوري بانتصار يعني يكون غالي على الإسماعيلي، ونحقق إن شاء الله أول 3 نقط في مشوارنا يعني لاستعادة اللقب مرة تانية بإذن الله. زي ما قلت طبعا أغلب الجماهير راضية عن العرض، اللي بشوفه برضو عشان نبقى متفقين ونبقى صراحة وموضوعيين، مش هو أحسن حاجة في الدنيا، صحيح نتيجة مرضية جدا، لكن احنا مستنين الأهلي أقوى من كده بمراحل، ويمكن بالتدريج إن شاء الله ومع الصفقات الجديدة لما تخش سكواد واللعيبة تسخن والمنافسة تحمى بينهم وبين بعض، ويبقى مستر موسيماني عنده مرونة في اختيار الأوراق، ويبقى عنده قدرة على تدوير اللاعبين في موسم هيكون طويل وصعب وشاق جدا، تظهر شخصية الأهلي اللي كان بيكلم عليها شريف بشكل أوضح، ونرجع الكرة الحلوة بتاعت النادي الأهلي إن شاء الله بداية من مباراة الإسماعيلي. طيب نروح لرأي كمان من محمود صبحي، نشوف محمود قال إيه. والله إن شاء الله الأهلي أداء مميز مع المدير الفني العبقري موسيماني، وإن شاء الله النادي الأهلي هيفوز بالدوري إن شاء الله السنة دي، وده الأهلي في أفريقيا كما عودنا، وإن شاء الله نحلم بالثلاثية مع موسيماني وأفضل لاعب في المباراة كهربا وأكرم توفيق، وألف سلامة كابتن السليمان. بحب الأهلي، الأهلي نادي القار. طيب ده كان رأي محمود صبحي، بشكر بداية الناس اللي بعتت لنا، وبعتذر زي ما قلت إن شاء الله مع الوقت ولما الموسم يزداد سخونه هندي مساحه اكتر لصوتكم وصورتكم انها تطلع على شاشه النادي الاهلي. وبعد ان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي ومع الحلقه اللي جايه هنطرح على حضراتكم اسئله كتير جدا ان شاء الله في السادسه، ننتظر اجاباتكم، وبنوعدكم ان شاء الله على قد ما نقدر هنفرد مساحه لصوت الجماهير انها تكون موجوده معانا. الاهم ان احنا ندي مساحه، صحيح الجمهور راجع السنه دي المدرجات مره ثانيه حتى ولو كانت البدايه ب 1000 مشجع، لكنها بدايه ان شاء الله نتمنىها تكون كويسه، ونتمنى انه ال 1000 دول يفتحوا بقيه الابواب لبقيه الجمهور، ونختم المسابقه كده ونختم السيزون بعوده تقريبا يعني نتمناها تكون كامله لكل الجماهير في المدرجات. لكن لغايه لما ده يحصل السادسه هيكون صوت جماهير النادي الاهلي، صوت المدرج هيكون دايما في السادسه، وبنوعد حضراتكم ان شاء الله نسيب لكم المساحه تعبروا عن كل الموضوعات بالصوت والصوره واحنا نعرضها على شاشه النادي الاهلي. فاصل بقى ونرجع نتكلم على المواجهه المنتظره ان شاء الله الاهلي والاسماعيلي في انطلاقه مشوار الاهلي في بطوله الدوري في نسخته الجديده بعد الفاصل مباشره.